بمعنويات مرتفعة. هذا هجوم لمصلحة فريق، هدف، هدف ديال فريق اتحاد الزموري الخميسات، هدف التعادل، هدف. زين حيلة، تعود كرة للاعب أيوب أعلو، أيوب أعلو، هذا هجوم لمصلحة سبعة. ما تدخل كترجمات أخرى عن فريق اتحاد الزموري الخميسات في وسط الميدان عند اللاعب رقم سبعة. تمريرة، مشى الكرة ديالو، تمريرة وتدخل عند لاعب فريق اتحاد فتح النهضة، وتدخل الكرة شرط أو تماس لصالح فريق اتحاد الزموري الخميسات. تتنفذ عند اللاعب رقم جوج، لاعب ديبي المهدي، ديبي المهدي عند اللاعب المتحرك لاعب رقم 20. مراوغة جميلة كتمشي دائما في وسط الميدان. الآن في وسط الميدان عند مسجل الهدف، مسجل الهدف امادو الصماكي، امادو الصماكي، تمريره مراوغه، حمله مضاده سريعه لفريق اتحاد الزموري الخميسات، من هناك تمريره وكب كره في وسط الميدان عند اللاعب رقم 30 كتمشي عند مسجل الهدف الصماكي. الصماكي مشى بالكره ديالو، تمريره جميله كتمشي الكره مراوغه، لاعب الصماكي مسجل الهدف. يعني نفس البداية ديال الشوط الأول كتبدأ بها فريق اتحاد الزموري. ما هي القراءة التي قرأها من أجل تعديل النتيجة ولما لا الفوز؟ هذا ما سنعيه إياكم مشاهدي الكرام من خلال الجولة الثانية من المباراة. هدف لصفر لفريق اتحاد الزموري الخميسات. ميدان تمريرة بخل عند لاعب رقم 30، مشى الكرة تمكن منها كرة كما قلت فريق سيراد سيليكو بادامس، عنده الكرة عند رقم 17 اللاعب جمال يحيى، جمال يحيى عند اللاعب المتحرك اللاعب رقم 30 كرة قصيرة بين لاعب فريق كرة ديال رقم 17 عند اللاعب المتحرك اللاعب رقم 30 كوتجو، سيدريك كوتجو، سيدريك كوتجو، طريقة باش مر الكرة، طريقة جميلة، ضربة رأسية مشات بعيدة. اللاعب عبد الغفور، عبد الغفور عند لاعب رقم 30 واحد اثنين، يعني مترابطات جميلة بين الفريق، مشى الكرة ديالو. هادية عصفت من الفريق إلى قسم الظلمات، حملة مضادة ايتي شو، عند ايتي شو، ايتي شو كتمشي عند اللاعب رقم 30 لاعب سريع، تمريرة جميلة، يعني كتبيع الكرة مرة أخرى عند لاعب الصماكي، أعتقد الصماكي يجي الهدف، تمريرة جميلة، مشى الكرة ديالو، تقدر و أمام رجل وتدخل سيلا ياكوبا ادامس، كتمشي عند سيدريك، 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 مشى الكرة ديالو عند مسجل الهدف، واحد اثنين، مشات عند لاعب كرة تريلا وضربة رأسية كتمشي مرة أخرى عند اللاعب كوجو سيدريك، كوجو سيدريك خارج القدم عند اللاعب المهاجم، كتمشي كرة أحمد بن نور، أحمد بن نور، ضربة رأسية كتمشي كرة دائما وتدخل. سيدريك كرة في طريق الكابك وراء عند عوفير عبد المولى، كوجو سيدريك، كوجو سيدريك كتجي كرة عبد المولى، عبد المولى عند تاكناوتي انس، تاكناوتي انس الكرة ديالو عطاها العميد عند احمد بن نور، احمد بن نور في وسط الميدان كترجع عند عبد المولى العوفير، كرة عند يوسو ديانج، يوسو ديانج، كوجو سيدريك، صباكي، صباكي، كوجو، كوجو مشى الكرة ديالو عند صباكي، صباكي اش يعمل بها؟ كرة عند صباكي كترجع عند
كمشي تماس كما يقول واصل اللاعب كوجيك سودرو شاعد سماكيتش كدف وتدخل شميل ديال الحارس ابو بكر كما ابو عامل الحملات المضاده و كرة عند سيدريك كوتجو تاكلاوتي انس تاكلاوتي انس تمريره تعير اتجاه سيدريك كوتجو بشكل جيد تحت الكرة سيدريك كوتجو اللاعب نيبي نيبي المهدي اللي مازال حدود ساعة ما يعني ما لاحظش يعني الحملات السريعة ديالو والأكيد أنه لاعب يساعد منها هجومية اللاعب نيبي المهدي تمريره العوفي تغير اتجاه الآن تجرى سيدريك كوتجو مشى الكره ديالو عند نيبي المهدي عند ترجع عند نيبي تمريره ضربه راسيه يوسف اسلاو ودخول ياسين الصقاد واخراج احمد الشيوي وادخال يوسف باجوبي عن تعبير الاتحاد السوداني عاد يطالب منطقة العمل لكن إبعاد يوسف باجودي سيدة أخرى كرة صالحة بناء الخميسات سعيد العفير تمرير في الميدان وصلت عند يومو قادي إلى كوتشو تغيير الاتجاه هنا في الجهة اليمنى بحث عن العرضية هي العرضية هذا باص يقوم بمباراة دفاعية جيدة الحديث عن ياكوب آدم قلب دفاع فريق الاتحاد الزموري الخميسات هناك في الجهة اليسرى ياكوب آدامس عالية الكرة البحث عن كوتشو عند الكرة العرضية جميلة الكرة بالراس مشى هنا كرة في الجهة اليسرى كوتشو وصلت ليمان عن طال يعقوبي تمرات خسارة بين لاعبي الاتحاد الزموري الخميسات المباراة حتى الآن جو عموما نقدروا نقولوا أنه معتدل هنا الكرة لصالح الاتحاد الزموري الخميسات رجعت للخلف